السلام عليكم، وبداية كل عام وأنتم بألف خير. 14 سنة من العمل الدؤوب من هذه القناة، من كل العاملين فيها لتحقيق الأهداف وخدمة الناس وإيصال صوتهم أولا وأخيرا. يمكن نحن بزمن وبوقت أي جهة بس تقول فيها الكلمة الحق بدها تدفع الثمن غاليا. بالمقابل العمل الإعلامي أبرز نقطة فيه أنه عن جد يكون الشخص عم يشتغل بضمير، ليكون هو مرتاح أنه بيأدي الرسالة بشكل كتير صحيح بظل كتير مغريات متواجدة. هذه القناة ثابتة وما زالت وإن شاء الله بالاستمرار الدائم. بداياتي تقريبا كانت معهم، كانت من التجارب الرائعة مع فريق العمل ومن التواصل مع الناس ومع الجمهور. فبدوري بتمنى كل التوفيق والاستمرارية لهذا الصوت.